حفظك الله، ما حكم ما يفعله بعض من الشباب والإمام يصلي اللعب والكلام، وإذا ركع الإمام أتوا يركضون ويزعجون المصلين، فما حكم هذه الركعة وما حكم ما يفعلونه؟ أما عملوا هذا فسيء، يعني هؤلاء القوم الذين يبقون في المسجد يتحدثون وربما يضحكون والناس يصلون، فإذا ركع الإمام جاءوا يركضون ودخلوا في الصلاة، لا شك أن هذا عمل سيء. أما هل أدركوا الركعة؟ فنقول نعم، هم أدركوا الركعة إذا كبروا الإحرام قياما ثم أدركوا الإمام في الركوع فقد أدركوا الركعة، لكنهم ينهون عن ذلك لما فيه من الأذية للمصلين والإعراض عن الصلاة والناس يصلون. نعم.